السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الابتدائي. هذه مراجعة للفصل الدراسي الثاني، أرجو أن تستفيدوا منها جميعا، وأرجو يعني مشاركة الفيديو مع أي طالب في الصف الثالث حتى يستفيد من هذه المراجعة. نبدأ على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السادسة، تمثيل وتفسير البيانات باستخدام البيكتوغرام أو المصورات بنسميها، ودي إحدى أو طريقة لتمثيل البيانات، بنسميها مصورات. إن أنا أصور هنا مثلا أي شكل زي اللمبة اللي قدامك، أو زي دوائر، أو زي كرات، أو أي شكل أنت ممكن تتخيله. كان بيسألني هنا سؤال، كم ساعة تضاء الأنوار بغرفة التمارين؟ دي عدد الساعات المضاءة في غرف التمارين، غرفة التمرين، غرفة تبديل الملابس، غرفة قاعة السباحة، وملف التنس، عشان نعرف قد إيه استهلاكنا من الكهرباء أو الغرف دي بتضاء كم ساعة في اليوم. طبعا في هنا اسمها حاجة اسمها مفتاح الرسم، إن بيقول لي كل اللمبة من دول تمثل 10 ساعات، وبالتالي نصف لمبة مش محتاجة تفسير، يعني تمثل 5 ساعات. لذلك كم ساعة تضاء الأنوار بغرفة التمارين؟ أروح على غرفة التمرين وأعد الساعة، اللمبة اللي عندي 3 4 5 6 7، عندي 70 لمبة زائد نص لمبة 5، يديني 75 ساعة إضاءة، أو تكتب ساعة. ما الغرفة التي تضاء أنوارها لمدة 50 ساعة؟ 50 ساعة يعني 5 لمبات، هنلاقيها هنا في 5 لمبات تماما عند ملعب التنس، هنكتب هنا ملعب التنس. ملعب التنس هي الغرفة التي تضاء 50 ساعة. ما عدد الساعات التي تضاء بها الأنوار في ملعب التنس وقاعة السباحة معا؟ هنروح قاعة السباحة وملعب التنس، عندي 10 لمبات، يعني 10 في 10 ب100، زائد هذه نص لمبة يعني 5 ساعات، إذا 100 زائد 5 يساوي 105. أوكي، كان بكم يزيد عدد الساعات التي تضاء بها غرفة التبديل؟ قلنا قبل كده بكم يزيد يا جماعة، أو بكم ينقص، نستخدم الطرح أو الفرق بين ساعات تبديل الملابس عن غرفة التمرين. تبديل الملابس هنا زي ما أنتم شايفين الفرق بين دي ودي عبارة عن الفرق ده اللي هو لمبة والنصف، هذا هو الفرق يا جماعة بين غرفة التمرين وغرفة تبديل الملابس. ممكن يجيب الفرق مباشرة من الرسم، يعني لمبة ونصف لما نضربها في 10، لأن كل لمبة تمثل 10 ساعات، ينتج 1.5 نضربها في 10 يديني 15 ساعة، هذا هو الفرق. سهلة وجميلة. هنا تمثيل آخر اسمه التمثيل بالأعمدة، عندي 4 رياضات زي ما أنت شايف، أي الرياضات اختارها نفس العدد من الطلاب، يعني زي ما أنتم شايفين عندي كرة التنس وكرة السلة، نكتب هنا كرة التنس وكرة السلة لأنهم نفس الارتفاع، أو 6 طلاب اختاروا كل منهم. أي رياضات أكثر تفضيلا؟ أعلى عمود عندي عند كرة اليد، نكتب هنا كرة اليد، هنا نكتب زي ما قلنا كرة السلة، كرة السلة وكرة التنس لأنهم نفس الارتفاع. بكم يزيد الطلاب الذين اختاروا كرة القدم وكرة السلة معا؟ هنروح القدم والسلة، ده القدم ودي السلة، مجموعهم زي ما انت شايف 6، وهنا هنا الهايت هنا 6 والارتفاع هنا 5، في النص بين 4 و6، اذا 6 و5 مع بعض 11 طالب. عن الذين اختاروا كرة اليد، نروح لكرة اليد هنلاقيها 8، اذا 11 ناقص 8 عفوا يساوي 3، وهذا هو الحل. تمارين سهلة وجميلة جدا تقدروا تحلوها. ده جدول تكراري في الاشارات او تالي ان فريكونسي، عندي دوار الشمس، التوليب والياسمين والورد الجوري، ده انواع من انواع الزهور او الورود. بيسالني هنا عن عدد الاصوات، يعني سالنا ناس انت بتحب اي زهره او اي زهره مفضله عندك، حاجه زي كده. دوار الشمس 6، بس التكرار ده نكتبه في الجدول، سهل جدا. التوليب عندي 10 and this is 7 this is 9. كل زهره تمثل، معلش احنا هنا استعمل البيانات الوارده في الجدول التكراري لاكمال التمثيل بالمصورات. تمام، هنا نستخدم يا جماعه المصورات، هنا ممكن نستخدم ايه؟ كل زهره تمثل كام وكل، طيب لو خدنا مثلا يا جماعه زهره تمثل 2، يعني خلي الستة هنا، خلي العدد دي هنا، وبعدين 7 9، ونروح نمثل بالمصورات. يعني ايه نمثل بالمصورات؟ يعني نرسم مثلا دوار ده فيه 6، أنا باخد كل زهرة تمثل مثلا 2 من الصوت، فبناخد العدد ده يا جماعة تقسيم على 2، 6 تقسيم 2 يساوي 3،
إذا نرسم هنا مثلا 3 زهرات، 1 2 3 مثلا، انت ارسم بقى زهرة أحلى مني شوية. 10 برضو نقسمها على 2 يدينا 5 زهرات، 1 2 3 4 5. طيب هنا 7 هنستخدم 3 زهرات تمثل 6 أصوات، كده 6 أصوات، وهنستخدم بقى نص زهرة واحدة علشان تمثل الصوت السابع. الـ9 برضو لما نقسمها على 2 يدينا 4.5، بمعنى ان انت هترسم 4 زهرات، 1 2 3 4، ونص زهرة كمان علشان يمثل النص ده. أما الزهرة الأقل تفضيلا، أقل تفضيلا هنا هي الأقل عددا، اللي هي دورة دوار الشمس، زهرة دوار الشمس. كم على كم صوت حصلت زهرة الياسمين؟ الياسمين قدامك حصلت على 7 أصوات. أسئلة سهلة وبسيطة جدا تقدروا تحلوها مع بعض. هنا التمثيل بالأعمدة سهل جدا زي ما أنتم شايفين، تعالوا نشوف واستخدم هنا المسطرة بتاعتك. عندي A و B و C، كل حاجة نستخدم الـ height، نستخدم هنا مثلا 15، just the height is 15. معلش ارسم هنستخدم المسطرة والقلم، معلش أنا هرسم بإيدي بس عشان أوريك الارتفاع. الـ B 30، نروح عند الـ 30 ونحط line segment صغيرة ونرسم عمود ارتفاعه 30، واخد بالك. وعندي C 20، حاجة سهلة جدا وبسيطة زي ما أنتم شايفين، يعني مضمونة تضمن درجتها. الـ D 5، ترسم آخر عمود وهو 5. وبكم يزيد التي كم يزيد التي حصل عليها متجر A وB معا عن الأصوات اللي حصل عليها C؟ تروحوا A B وتجمعهم. عندك A وB مجموعهم زي ما أنت شايف 15 زائد 30 45، بتكتب هنا 45 ناقص C حصل على 20 أهو ناقص 20، وتطرح البطل وتكتب الإجابة 25. سهلة جدا جدا. طيب ما اللون الذي هسيب لكم بقى الحاجات دي تحلوها، سهلة سهلة. تعالوا نشوف حاجات تانية، أفكار تانية نحلها. مدينا هنا بيكتوجرام، أنشأ الطلاب تمثيلا بالمصورات يوضح عدد الساعات التي يقضيها الطلاب في ممارسة الرياضة في كل أسبوع. في أي أسبوعين مارس طلاب الصف التاسع ساعات من الرياضة؟ طبعا الصف عفوا 9 ساعات من الرياضة. هنروح من اللي مارس 9 ساعات، تعالوا نشوف. هنا كل ساعة تمثل ساعتين، عد معايا 2 4 6 8 10، ده هنا 10 ساعات، هنا 2 4 6 8 8 ونص 2 يعني 9 ساعات. إذا هنا في أي أسبوعين، وده كمان مارس 1 2، يعني ممكن تكتب على كل ساعة 2.5 ساعة، تكتب عليها 1 وتجمع الأرقام اللي قدامك دي يديك عدد الساعات التي قضاها في كل أسبوع، عندك 7 ساعات. السؤال هنا في أي أسبوعين أو أسبوع مارس الطلاب الصف 9 ساعات من الرياضة؟ هنا 9 ساعات موجودة في الأسبوع الثاني، نختار هنا الأسبوع الثاني. ما عدد الساعات التي قضاها في ممارسة الرياضة في الأسبوع الأول والثالث معا؟ هنجمع 10 زائد 7 طبعا يساوي 17، سهلة جدا. الأول والثالث، الأسبوع الأول والثالث معا، أي نجمع برضه بيكتوجرام سهل جدا، أسيبكم تكملوه، سهل خالص. تعالوا نشوف ازاي اكمل عدد الناقص. طبعا دي استخدام خاصيه الابدال يا جماعه، خاصيه الابدال موجوده في عمليتي الجمع والضرب. يعني ايه يا استاذ؟ يعني 30 زائد 40 هي نفسها 40 زائد 30. الخاصيه الثانيه يا جماعه، السطر الثاني، اسمها خاصيه التجميع او خاصيه الدم او اسوشيتيف بروبرتي، بتظهر لما اجمع 3 ارقام مع بعض وتلاقي حاطط قوسين على اول رقمين انت بس. طبعا هتكتب الـ3 ارقام تاني، ما فيش كلام، 4 ال 48 زائد 27 زائد 3، لكن هتضع القوسين على العددين التاني والتالت بس. دي خاصيه المحايد الجمعي، دي خاصيه اسمها المحايد الجمعي، يعني لما تجمع صفر على اي عدد ينتج هو نفس العدد. هنا طبعا محايد جمعي زي ما انت شايف. دي خاصيه الدمج، اول ما تلاقي 3 ارقام مجموعين والاقواس على الثاني والثالث انت بس غير الاقواس على على الاول والثاني، يعني الاقواس نحطهم هنا وهنا، تخيل هو ده الموجود. وبعدين وبعدين بتكتب طبعا الرقم الثالث، فانت عينك على الارقام الثلاثه لازم يكونوا موجودين، ال 29 22 موجودين قدامك، باقي 27 خلاص اكتبها في الاخر. طبعا هنا خاصيه ابدال 35 بلس 49 ذا سيم 49 بلس 35، حاجات سهله وجميله. أقرب، التقريب ده من أسهل الدروس عليكم، ليه؟ لأنه جاء من القرب. أقرب أو أقرب 328 إلى أقرب 10، 10 يا جماعة يعني عشرات كاملة، يعني إيه يا أستاذ؟ يعني 10 20 30 40 50 60 وكل مضاعفات العدد 10. يعني إيه برضو مش فاهمين؟ يعني كل عدد أحد صفر يا أولاد؟
يسمى 10 كامله او يعني كومبليت 10 او بيرفكت 10 يعني. انا عندي العشرات اللي قدامك هي 330 و320، عندك 328، مش هو قريب من 330 اكتر؟ صح؟ شوف هو بعيد ازاي عن 320؟ اذا لانه قريب من 330 اكتر، بالتالي لما نقرب العدد ده ل 300 لاقرب 10 نكتب 330، لان دي اقرب عدد كامل من العشرات قريب من 328. نفس الشيء 630 قريبه من لاقرب 100 قريبه من ال 600 اكتر، فلذلك الاجابه هنا 600. يلا بهذا المبدا نعمل ال 88 اقرب 10 90 طبعا، ال 732 اقرب 10 730، 149 اقرب 10 150، ال 750 اوريدي 10 خلاص اكتبها، هي اوريدي مقربه خلاص. يلا ندور على ال 200، 234 قريبه من 200 اكتر. والله تعالى شوف انت بنفسك في الامتحان او انت بتذاكر تكتب مئات كم؟ يعني اكتب ال 200 وال 300 وعدي كده 1 2 3، قسم المسافه دايما قسمها ل 10 اللي هي 210 و220 و230 وحاجات. عندك 234 لسه ما وصلناش لنص المسافه، نص المسافه طبعا بين ال 200 وال 300 هي 250، ف يعني اي عدد يا جماعه في النص الاول ده نقربه ل 200، واي عدد في النص الثاني بعد ال 250 وقبل ال 300 نقربه لل 300 طبعا. خلاص فهمنا، بقت سهله مش كده؟ ال 155 عدينا النص بقت 200، 428 نرجع لل 400، و 699 يا خبر ده احنا بقى لنا واحد نبقى 700. يا سلام عليك، هذا هو الحل. اتمنى يكون الكلام واضح. قدر، لما نيجي نقدر يا جماعه الجمع او طرح او اي عمليه لازم نقرب الاول. هنقرب لاقرب 10، ال 1000 ال 144 قريبه من 140 شويه صح؟ ال 298 قريبه من ال 300 مش كده؟ ونجمع الاجابات. يا سلام، ما فيش اسهل من كده، ايه رايك؟ سهله؟ والله سهله جدا، سهله جدا. قدر النادي بالتقريب لاقرب 100، 359 هنعملها 400. هنعمل لان عدينا 350 يا جماعه، هنعدي نروح ال 400، ال 107 طبعا زي ما هي 100، ونجمع يا بطل يطلع الاجابه 500. اذا هذا تقدير وليست اجابه دقيقه للحل، بارك الله فيك. في مكتبه 408 كتب بيع منها 200، خلينا نصغر الشاشه عشان شو عشان الوضوح، بيع منها كذا، كان كانت كتابا يبقى، دايما الباقي بنحسبه بنحسب الباقي بتاع 408 ناقص 273. اوكي سو جاست 8 minus 3 is 5، 10 minus 7 is 3 and this is 3 minus 2 is 1. طبعا بنستخدم عمليه اعاده تعريف الرقم او الاستلاف زي ما انت قلت او زي ما بيقولوا الطلاب، وتحل المساله. ده الباقي من الكتب. عمليه طرح بسيطه جدا، 4 ناقص 2. دايما نبدا بالاحاد يا جماعه في الجمع والطرح والضرب دايما، ما عدا القسمه الوحيده نبدا بيها من الشمال. اذا دي نبدا بيها من الاحاد، الاحاد نبدا بيها، هنا نبدا بيها من اليسار، اليسار بقى كان عشرات كان مئات كم الاف حسب طول الرقم. خلي بالك اوعى تنسى، 4 ناقص 2 2، 8 ناقص 3 5، و7 ناقص 2 5. قد ايه الامور سهله. طبعا ممكن استخدم عمليه العكسيه اللي هي الجمع، ان انا اخد 2 3 2 دي واجمع عليها الناتج 5 5 2 واشوف هل لو جمعناهم يطلع العدد اللي في الاول ده. تعالوا نشوف كده، 4 8 7 فعلا اهو 784 فعلا. يلا اعمل دي يا بطل، يعني دي في استلاف تعال نحلها. 2 ناقص 7 ما ينفعش، يبقى 12 ودي 2 اهو. 12 ناقص 7 5، ودي 2 ناقص 5 مش نافع برضه، اجيب لها عن اذنك يا 400. هناخد منك 100 ونحطها هنا. انتوا عارفين ال 100 10 عشرات، تلزق مع الاثنين تبقى 12، 12 10 يعني، 12 ناقص 5 7 و3 ناقص 3 0. اذا الناتج هنا يا جماعه 75 اهو، صفر بصفر في الشمال. يلا اتحقق بالعمليه العكسيه. طبعا سوري انا جمعت، يا الله ام سوري ام سو سوري، انا اسف انا اسف. العمليه جمع وانا طرحت، لذلك اوعوا تعملوا زيي وتتسرعوا، لازم نقرا العمليه يا جماعه، لازم نقرا عشان دي جمع. 2 زائد 7 9 و3 زائد 5 8 و4 زائد 3 7، انا اسف هو ده الحل الصح. يلا اقلبها الطرح وتشوف الاجابه صح ولا غلط. يتألف كتاب حمد من 634 صفحة، قرأ 379 صفحة منه حتى الآن، كم صفحة أخرى يجب أن يقرأ؟ يعني بيسألك عن باقي الصفحات التي
يجب أن يقرأها حمد، لذلك أول ما أسألك عن الباقي لازم تقرأ. يلا اطرحوا المسألة دي واكتبوا لي الناتج كده في التعليقات. مسائل جامع بسيطة، أنا عارف إن أنتم ما شاء الله شطار فيها، كذلك هنا الحقيقة بيستخدموا أسلوب الجمع كل يعني فاميلي لوحدها، الآحاد والعشرات والمئات، وبنكتب الإجابة. يعني طبعا بنستخدم هنا تعريف يعني المهم النواتج عندي 500 زائد 40 زائد 5، طبعا لما نجمعهم دول مع بعض بنركب الأرقام، نكتب 545 تاني 500 زائد 40 زائد 5 هي 545. يعني جت منين يا أستاذ؟ أهي شوف بالتدريج، أدي ال 500 وأدي ال 40، شوف ال 40 محطوطة فين؟ في نفس مكانها في الأحد والعشرات، الخمسة هنا في الأحد بس. لما نجمع كده يطلع بالظبط الاعداد اللي قدامك. يلا نجمع، وخلي بالك تجمع راسي او افقي براحتك، يعني في طلاب بيحبوا يجمعوا كده وهي زي ما هي، رائع والله. اهو 1 زائد 7 8، 6 زائد 2 8 برضو، 6 زائد 1 7. شكرا. يعني مش لازم نعملها راسيا؟ لا مش لازم. مين قال لك لازم؟ عاوز تحلها راسيا اهلا وسهلا، اتفضل حل راسي واكتب الاجابه. بارك الله فيك. أو الناتج اللي باستعمال التفكيك، طبعا التفكيك اللي بيقول عليه إن أنت تفكك زي ما فككنا هنا يا جماعة. يعني إيه يا أستاذ؟ ناخد ال 500 مع الميات مع بعض، 500 زائد 100 بس انساهم، روح ياخد العشرات يا بطل، 10 زائد 40، أوعى تقرا ده واحد، لا ده مش واحد، ده قيمته 10، خلي بالك. يعني أنا استعجلت وحليت على طول بالطريقة المباشرة، لكن بالتفكيك هذا هو الحل بالتفكيك. كيكي أهو 6 زائد 2 6 زائد 2. شوف جمعنا ازاي، كل ادي الاحاد 8 وادي 50 وادي 600 ما شاء الله، حطهم بقى على بعض يا بطل في رقم واحد 658. شكرا، خلص الموضوع. الطرح كذلك يعني حاجات سهله، انا مش هلاقي حاجه اشرحها اصلا. يلا يا بطل اطرح وحط. ما تنسوش بس يا جماعه، انا عاوز انبه لحاجه واحده في الاستلاف، لازم يعني لما نستلف رقم لازم نغير رقمين. بعض الطلاب يقولوا ايه 4 ناقص 5 ما ينفعش تبقى 14، وينسى يعدل التسعه. اياك، الواحد اللي جبته ده 10، انت خدته من التسع عشرات دول بقوا 8 عشرات، خلي بالك. الواحد ده قيمته 10 بدليل انت قلته 14، لما حطيته مع الاربعه قلنا 14، فلازم العشرات تنقص منها واحد. كذلك إذا بنية الأرقام معمولة إن كل خانة من الرقم هي 10 أضعاف الخانة اللي على اليمين بتاعتها. المهم يعني 14 ناقص 5 9 و8 ناقص 5 3، حلها على مهلك. 7 دي ما خدناش منها حاجة، هي 7 ما اوعى تغيرها. شكرا، هذا هو الحل. شوف سهلة إزاي. تعالوا نشوف أفكار تانية برضو، طرح ما فيهوش أي حاجة. لدى خولة عقد فيه كذا خرزة، انقطع خيطه فضاع منه كم خرزة باقية؟ يا سلام، 128 ناقص 43. يلا يا بطل حل وقولي الإجابة. الله على الجمال. لدى خالد كذا ريال، ولدى عبد الرحمن 58، ولدى ناصر 60، بكم يزيد المال الذي لدى خالد عما لدى عبد؟ أول ما أقول لي لدى عبد الرحمن وناصر معا، الأول نجمع عبد الرحمن وناصر 67 plus 58، والله معا together. So 7 plus 8 15 معنا الواحد، وآدي 1 6 7 و5 12. إذن عبد الرحمن وناصر معاهم الاثنين 125. طب ما شاء الله خالد لسه معاه اكتر. خالد معاه 254 ناقص 125 عشان نعرف معاه خالد زياده كان عن عبد الرحمن وناصر معا. ونطرح يا بطل نكتب الاجابه، 14 ودي 4، 14 ناقص 5 9، 4 ناقص 2 2 وادي 1. هذه هي الاجابه. فتر ريال او ريال كفايه نقول ريال. كسر الوقت بيقول لي ايه؟ 6 اجزاء متساويه، ارسم خطوطا لتقسيم الشكل المعطى الى 6 اجزاء متساويه. 6 اجزاء يعني ايه يا جماعه؟ يعني نعد كده، لو كبرنا دي شويه عشان نشوف. اهو بص معايا اهو، هنقول ايه؟ 2 3 4 5 6، 6 اجزاء متساويه يا جماعه، نقسمهم مثلا 6 صفوف بس، تخيل بالمسطره هتقسم 6 صفوف. كسر الواحده هنا، كسر الوحده قصدي، هو واحد يعني واحد من الاجزاء دي اكيد هيكون 1/6 صح؟ سهلة؟ والله سهلة جدا جدا. أجزاء متساوية، 4 أجزاء متساوية تقوم عامل صفوف كده، سهلة والله سهلة. صفوف أو أعمدة مش مشكلة. كسر الوحدة هو ربع، يعني جزء من واحد من دول. ما كسر الوحدة في الشكل المقابل ربع،
ما الكسر اللي لازم تسوي الاجزاء المظلله؟ انت عندك ثلاثه مظللين، كويس، ثلاثه من كام؟ من اربعه، اذا ثلاثه على اربعه. ما الكسر الذي يمثل الجزء غير المظلل؟ عندك جزء واحد اهو، واحد من اربعه اجزاء. سهله؟ والله سهله جدا. كسر الوحده يا جماعه يعني مربع واحد بس. من كام؟ من ست مربعات، شكله كله سته. الكسر الذي يمثل الاجزاء المظلله، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربعه على سته. غير المظلل اللي هو الابيض ده، اثنين على سته. طيب يا ابنائي، دي كانت مراجعتنا لدرس اليوم. كم هنا بقى، بصوا اكمل دي معاكم. قسم المستطيل الى 8 اجزاء متساويه ثم اجب. كسر اكتب كسر الوحده 1 على 8، تخيل قد ايه. بصوا يا حبايبي، 8 اجزاء متساويه يعني ايه؟ يعني مثلا اهو، ايه رايك نقسم لاربعه مثلا بالمسطره، معلش والقلم، انا همثل بايدي. دول اربعه، دول كل واحد متقسم، محتاج متقسم لاثنين اهو كده وكده. دلوقتي بقى عندي 8 اجزاء متساويه. طيب ظل الاثنين، اتفضل، ظل الاثنين، ادي واحد وادي واحد، اي اثنين ظللهم. السؤال هنا كسر الوحده، قلنا واحد على ثمانيه لان كل مربع من دول هو جزء من ثمان اجزاء. الاجزاء غير المظلله ست على ثمانيه. اكتب كسر الجزء المظلل اثنين على ثمانيه. شكرا، هذا هو. اكتفي بهذا القدر اليوم، وان شاء الله هنكمل باقي المراجعه في فيديو اخر. اشكركم يا ابنائي واراكم على خير. بارك الله فيكم، مع السلامة.